موضوع ثاني إعادة اجتماع. كلكم تعرفون أن الاجتماع مهم جدا في كل مؤسسة، ومن خلال حياتنا العملية وحضورنا لكثير من الاجتماعات فعلا لاحظنا كثير من الاجتماعات أكو مشاكل تصير بالاجتماعات. حاولنا مع الجروب إنه نعالج أغلب المشاكل اللي قاعد تصير بالاجتماعات ونلقى لها حل. من الشغلات المهمة في تهيئة عقد الاجتماع هو إعداد أجندة اللي هو مواضيع الاجتماع. أحيانا الاجتماع تحضر وأنت ما عندك أجندة، فحتى ما تعرف شنو الأوليات اللي تجيبها وياك. الشغلة الثانية تحديد موقع الاجتماع ومكانه، هذا أيضا عنصر مهم جدا لتهيئة عقد الاجتماع. أحدد موعد الاجتماع ومكان الاجتماع. من هذا الأوبشن يطلع عند تحديد القاعة. أنا من أحدد مكان الاجتماع يجب أن أحدد القاعة. ما أقولكم أنا بالفندق الفلاني اجتماعنا أو بالمكتب الفلاني بدون ما أحدد القاعة. تحديد مستلزمات الاجتماع. الاجتماع شو طلب من المستلزمات؟ أنا أحددها. قطاسية أحدد شاشة عرض. هنا عندنا شاشة عرض يجب أن تكون مهيئة أيضا. والاي تي ومستلزمات الاي تي والضيافه، هاي كلها لازم اخذها بنظر الاعتبار. طبعا هي يعني ما طبعا كاتبين ضيافه وهنا كاتبين مثل ما عصير كلينس غنم نوت بوك ايبول. الشغله الاخرى هو تحديد الجهات المعنيه بالاجتماع. ايضا انا لازم احدد منو راح يجي الاجتماع. تجي فلان فلان او القسم الفلان القسم الفلان القسم على ضوء الاجنده اللي انا عارفها مسبقا. تحديد الجهات المعنيه هذا ايضا يطلع من عنده شنو؟ توجيه دعوات بالبدايه. انا الجهات حتى تعرف اي جهه انا حددتها ايش تتطلب انه انا اوجه لهم دعوه قبل فتره معقوله من موعد انعقاد الاجتماع. انا مو قبل ربع ساعه اقول هذا عندك ولا خمس دقائق ترى عندك اجتماع. فأنا أقفت فترة محددة معقولة يومين ثلاثة حتى يبدي يهيئ نفسه للاجتماع. هي طبعاً مشاكل عملية مرينا فيها كلنا أغلبنا مرينا فيها. الشغلة الأولى الأخرى عفواً اللي هي تهيئة المادة التقديمية. إنه أنا لازم أهيئ المادة التقديمية للاجتماع اللي هي تتضمن أما مثلاً برزنتيشن يعني أنا مثلاً عندي يوم اجتماع لموضوع معين، فاني اهيئ البرزنتيشن مالتي ابدي به الاجتماع وتبدي المناقشات على ضوء البرزنتيشن مالتي. من تهيئه لعقد الاجتماع ايضا تحديد طريقه وصول المجتمعين. لازم انا ايضا احدد يعني انا لا يروح بالنا انه انا الاجتماع داخل المؤسسه. نعم طريقه الوصول مكروه هذيك من قسمه لا قد يكون الاجتماع مالنا في دوله اخرى. او الاجتماع في اربيل. وبي أعضاء من البصرة وأعضاء من بغداد وبي أعضاء من نفط الشمال. فلازم أنا أحدد أقول أبو العمارة أبو البصرة يجون للطيارة الأربيل وأبو نفط ونفط الشمال يجي بالسيارة بالنقل وأبو بغداد أحدد كل واحد شلون أنا أحليه. إحنا قلنا تحديد طريق وصول المجتمعين تشمل الطائرة السيارة القطار ويعني حتى المشي هم فكرنا به يعني مثلا إذا أنا في وتشرن احنا الاجتماع راح يصير لنا اكثر ماده فهو اوريدي راح يجي مشي مثلا هاي ايضا من ضمن الاوبشن. النقطه الاخرى هو تحديد فترات الراحه الوقت اللي هو احنا قاعدين نمارسه حاليا باعتبارنا نفسنا احنا الاجتماع من 10 إلى 10:30 بعدين بدنا من 1 إلى 1:30 فتحديد فترات الراحه الوقت اللي هو مثلا الكوفي بريك او اللانش او اي شيء. الشغلة الأخيرة هو الإمدادات. هذا المصطلح الإمدادات نعني به قد يكون غريب بعض الشيء، هو الأغذية اللي يجب أن تهيئ. لو تلاحظون أحمد قبل يوم يقول لنا باكر سمك باكر كذا غداكم، فهي أيضا من ضمن الإمدادات. يعني الإمدادات هو إنه يحدد لنا الأغذية، تحديد أنواع الأطعمة، وأيضا تحديد المشروبات والامور الاخرى اللي هي تتعلق بموضوع الامدادات. تقريبا نقدر احنا حاولنا نجمع اغلب او اشهر المشاكل اللي نعانيها في موضوع تهيئه عقد اجتماع. هذا هو كله طبعا بالمناسبه الاجتماع على مبادئ.
أنا جاي أهيئ لعقد الاجتماع اللي هو فعلاً هنا المشكلة. هنا المشكلة تهيئ لعقد الاجتماع. إذا قدرت أحقق كل هاي النقاط أعتقد الاجتماع راح يطلع بنتيجة إيجابية. شكراً لكم.